انضمام قيادي كبير إلى الحوثيين لقتال الشرعية والسعودية بعد سقوط شبوة. لنشاهد التفاصيل. أعلن قيادي في حزب الإصلاح التمرد على الشرعية والانضمام إلى الحوثيين أنصار الله. وقال رئيس حزب الإصلاح في مأرب محمد مبخوت الشريف في تغريدة نشرها في تويتر: أعلن للجميع أنني من اليوم مع الحوثية، أنا ووالدي وكل إخوتي، فإن تمت تصفيتنا فقد كفرنا عن خطايانا بحق الشعب اليمني، وإن سلمنا فسنقاتل تحت راية السيد عبد الملك الحوثي حتى نتطهر من رجس العمالة والانبطاح للسعودية التي لا تريد بل دمرت بلدنا وفرقت شملنا. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.